في موعده انطلق ماراثون عدن الرياضي رغم الاختلالات الأمنية المتتابعة في المدينة ورغم التحذيرات كان تحديا شجاعا من المبادرة الشبابية إذ انطلق الماراثون من الطرف الغربي لشارع المعلى الرئيسي وغبار جنازة عضو السلطة المحلية تظلل سماء مدينة البريقة غرب عدن ليصل الشباب المتسابقون إلى ساحة العروض بخور مكسر على وقع عملية اغتيال ثانية في اليوم ذاته طالت مهندسا في الشيخ عثمان شرقي المحافظة. شاركت في الماراثون وكان ماراثون جميل وكان عدد المتسابقين كثير وكان الغرض من الماراثون ليس الفوز وإنما من أجل الحفاظ على عدن وكلنا الشباب نخرج من أجل الحفاظ على عدن من أجل الحفاظ على الأمان. يصل المتسابقون إلى خط النهاية في أكبر ساحات المدينة ليجدوا سياجا أمنيا يحمي المجتمع ويحتمي به في الوقت ذاته إذ شكل الحضور المجتمعي اللافت دعما معنويا وإسنادا هاما لهؤلاء الشباب المجندين بزيهم الرسمي الباعث أمل حضور الدولة رغم الأسى المتواري لمقتل رفاقهم في العمليات الإرهابية الأخيرة. هذه المبادرة الفعالة تؤكد وقوف الشباب معنا ونحيي أبناء المجتمع ونقول لكل أبناء المجتمع أن يوقفوا معنا صفا واحدا. مختلف الفئات الاجتماعية تتقدمها وجوههم من السلطة المحلية حضروا الفعالية الخطابية على هامش تكريم الفائزين في الماراثون من قبل تحالف أمن عدن وهي المبادرة الشبابية التي أصرت على تنظيم الفعالية. كان لابد أن يكون هناك في تطبيع للحياة الأمنية، الحياة الأمنية ما بتوجدش إلا لو تخلص الإنسان من الخوف. نحن نساعد أنه يعني نشعر كل اللي حولنا أنه بالأول والأخير الحياة هذه بزمن معين ستنتهي، إذن خلينا نحن نعيشها بكرامة. كما وجهت الفعالية عديد رسائل وأهداف بمختلف الطرائق المرتبة والتلقائية، أكان في هذا التجاور المطمئن بين العسكري والمدني أو بابتسامة الطفولة الباحثة عن الأمن في مدينة ما زالت متشبثة بالسلم. هنا في ساحة العروض قرب إدارة أمن عدن يقف المجتمع المدني في فعالية تهدف إلى إيصال رسالة مفادها دعم وإسناد الأجهزة الأمنية في مهمتها الصعبة لتأمين عدن إزاء الاختلالات الأمنية التي تحدث كل يوم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.